إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة شاب قناة شوف تيفي كما كتابع معنا يعني في هذه الأجواء، متابعينا الكرام يعني لحظات قبل عرض مسرحية لا فيكتوريا. هذه المسرحية هي العرض الأخير المشارك في المسابقة الوطنية ديال المهرجان الوطني للمسرح، وكما كتشوفوا يعني متابعينا الكرام هذه المسرحية هي فيها يعني جماهير كبير، كتشوفوا يعني شحال الجماهير يعني كتنتظر يعني لحظة ولوج للقاعة، كذلك يعني في الأثناء يعني كيتم في القاعة يعني توقيع بعض الكتب. لصراحة يعني العرض كما كنقولوا هذا العرض الاخير هو العرض الاخير لهذا اليوم متابعينا الكرام. المهرجان الوطني للمسرح داز هنا في مدينة تطوان من تقريبا اسبوع على هذا المهرجان. غدا غدا سيفتتح يعني هذا الاسبوع، اسبوع كامل يعني يكون غدا الاختتام ديالو، فكان الافتتاح يوم الجمعة واستمرت العروض يعني في دار الثقافة او هنا في مسرح اسبانيول. طبعا يعني كثير ديال العروض المسرحيه اللي كانت في الشركه في المسابقه الوطنيه، كذلك يعني كانت هناك عروض الشارع، كذلك كان المسرح الطفل، وكذلك يعني كان هناك يعني مسرحيات اخرى يعني بدعم من وزاره الثقافه والتواصل اللي كانت يعني خارج المسابقه الرسميه والمسابقه الوطنيه. هاي فتما كتبعوا متابعين كنحن معكم من خارج المسرح سينما إسبانيا يعني اللي غادي تعرض هذا العرض الأخير، هو عرض مسرحية لا فيكتور. صراحة يعني عدد كبير من عشاق الفن اليوم يعني عشاق الفن وعشاق المسرح كيجيو هنا مدينة تطوان يعني باش يتابعوا هذه العروض، هذه يتابعوا يعني العروض المشاركة في مسابقة، كذلك يعني تابعوا العروض. عندك أصاحبي كذلك يعني كيتابعوا العروض خارج المسابقه. فطبعا يعني كما قلت فمهرجان الوطني للمسرح اللي مر هنا اسبوع على الانطلاقه ديالو تميز يعني بعروض يعني هذا كثير ديال المسرحيات اللي اجست يعني فضاء مدينه تطوان، واللي تحفت يعني المتابع ديال مدينه تطوان. يعني كما قلت كانت عروض ديال المسابقه، كان مسرح الطيف، كان مسرح الشارع لاول مره يعني كيتقام هنا في مدينة تطوان. كما كتشوفوا يعني يعني المتتبعين يعني الجماهير صراحة يعني هانتوما كتعيشوا معنا هذه الأجواء متابعينا الكرام، أجواء يعني ديال الحماس هنا في مدينة تطوان اللي كتمتاز يعني بمتابعة ديال عدد كبير ديال المتابعين لهذا المسرح، وكذلك يعني العروض المسرح. صراحة يعني مهرجان تطوان يعني كيتابعوا يعني العدد الكبير ديال المتابعين، وكذلك يعني كما قلت هذا الكبير ديال رواد المسرح اللي كيتابعوه هنا في مدينه تطوان المتابعين الكرام. وطبعا يعني هذا هو العرض الاخير، هذه المسرحيه هي المسرحيه الاخيره اللي هي مسرحيه لا فيكتوريا، هي اللي غتاسس سينما اسبانيول في هذا المساء هذا، وهي اللي كذلك يعني اللي غتكون يعني اخر عرض لهذا اليوم متابعينا الكرام. فغدا غتكون هي اختتام ديال المهرجان، غدا غيتم الاعلان على الفائز بالمسابقه الوطنيه، وكذلك يعني مسابقه سيناريو، مسابقه احسن تشخيص ذكوري، احسن تشخيص اناث، كذلك يعني احسن تشخيص شاب يعني او شابه، دور شابي، فكذلك يعني عدد من التتويجات غتكون غاديه ان شاء الله تعالى. تما كتشوفوا يعني اقبال كبير كان على هذا المهرجان، وهذا المهرجان ولا هذه الدوره هذه فهي كانت دوره ناجحه بامتياز، لان واحد الدوره اللي لقات واحد المتابعه، وصراحه لقات واحد الاهتمام كبير كل استحسنها، خصوصا يعني من ناحيه ديال الاستعدادات ديال اللجنه اولا يعني من ناحيه ديال كما كنقولوا استعداد من ناحيه ديال التنظيم ديال هذا المهرجان الوطني للمسرح، فكان بشكل واحد مختلف لا صراحه لا من ناحيه ديال مناقشه العروض، لا من ناحيه ديال توقيع الكتب، من ناحيه ديال الاستديوهات اللي تقامت يعني يعني بشان هذا المهرجان هذا الوطني للمسرح. فصراحه يعني كانت العديد ديال العروض اللي هي
رائعه ورائعه جدا صراحه, وكتنظيم كان رائع رائع جدا يعني صراحه. وزاره الثقافه والاتصال هذا الموسم هذا والعام هذا فهو يعني اهتم بهذا المهرجان الوطني ما صراحه عطاه حقه كما كنقولوا باللغه العاميه ديالنا. فصراحه يعني المهرجان عطاه حقه المهرجان يعني مر اجواء الحمد لله اجواء جيده الحمد لله لأجواء اللي هي أجواء رائعة وتنظيم كان محكم متميز. نتمنى تشوفوا هذه اللحظات الأخيرة ديال الولوج لمتابعة هذا العرض اللي هو العرض المسرحي لا فيكتوريا. فغدا يعني إن شاء الله غدا إن شاء الله غيكون يعني إعلان على هاد المسابقات أو يعني إعلان على العروض اللي المسرحية اللي غتفوت يعني بمسابقة كبرى أو العرض اللي غادي يفوت يعني بمسرحية كبرى. لحظات قليلة على العرض وبداية هذا العرض المسرحي تابعنا كرام أنت ما كتابع معنا من خارج المسرح. العمليه هنا انتهت فينيسيون في فضاء سينما اسبانيول هو الفضاء اللي غادي يقدم العرض كما كتشوفوا يعني لحظات هذه ديال العرض متابعينا الكرام معنا الى هنا العرض هذا يعني كنحييكم متابعينا الكرام على المتابعه وتمتم في رعايه الله حتى لان كاين حقوق ديال المسرحيه المسرح ما افتقناش الحق اننا نقول لكم الاجواء ديال المسرحيه.